بالنسبة للمنتخب الوطني أقل من تحت 23 سنة شرفونا أحسن تشريف، وكنظن أنهم خاصهم يخدموا أكثر، لأن المنتخبات الأخرى الجاية كأس العالم يعني في فرق قوية جدا، كذلك الألعاب الأولمبية تكون فيها منتخبات قوية جدا، ولهذا خاص المنتخب يخدم شوية أكثر باش يقدر يواجه هذه المنتخبات اللي كاينة. فيما يخص الأداء ديال المنتخب الأولمبي يعني تحت أقل من 23 سنة قدم واحد المستوى كبير، يعني عطى لنا أمل بأن الكرة المغربية في أوج العطاء ديالها بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب في مونديال قطر، وبعد التتويج ديال المنتخب الأولمبي بهذا الكأس الأفريقية، يعني هذا الشيء تيعطينا أمل بأننا إن شاء الله غادي نقدموا واحد المستوى إن شاء الله زوين في الأولمبياد مقبلة بباريس. الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب في المونديال ربما سيعطي حافز كبير للمنتخبات الأخرى من أجل أن يعني تتوج بألقاب جديدة سواء على المستوى الإفريقي أو على المستوى القاري. المنتخب الوطني منتخب بقي شاب، بقي مازال إن شاء الله غادي يعطي العطاء الكثير والكبير بحال المنتخب الكبير. احنا شفنا وصلنا النهاية ديال كأس العالم، ماشي رتبة سهلة ماشي. والمنتخب الوطني ان شاء الله بعد الانتصار ديالو بعد الكأس النهاية ديالو غادي يكون مستوى كبير. الاولمبياد ان شاء الله يكونوا ديالنا، بالنسبة للمنتخب ديالنا لعب مزيان ووليداتنا تبارك الله عليهم وفرحوا لي وليداتي حتى هما فرحانين بأنهم ربحوا داك الشيء. وبالنسبة للكأس راه ديالنا، بالنسبة للكأس لهذا الكأس اللي دينا والكأس الجاي إن شاء الله راه ديالنا. بالنسبة للعابة راه تبارك الله عليهم مترينين مزيان وعندهم الروح الوطنية، وكنتمناو كل خير لهم ومستقبل زاهر.